احنا معانا واحد من العواجيز، كابتن عبد الله عبد السلام. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. الف مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يبارك لك يا رب. بتردوا دايما في الملعب؟ الاول طبعا برحب بحضرتك وبرحب بكابتن ميدو مسلحي والكابتن هاني، موجود اكيد طبعا معاكم. لا بعد الفاصل هينضم لينا ان شاء الله. بس سامع الله. اكيد قاعد سامعك اكيد واصل له يعني. فطبعا اول حاجه كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. الايام المباركه اللي احنا داخلين عليها ان شاء الله، شهر رمضان الكريم، على الشعب المصري كله وعلى جميع النادي الاهلي. يا رب. طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني كابتن محمد اكيد اتكلم في كل حاجه بخصوص الفرقه. طبعا احنا النادي الاهلي طبعا زي ما حضرتك عارفه مركز اول بالنسبه لنا، ده حاجه مهمه ولازم. فطبعا بغض النظر بقى عن الكلام اللي بيحصل اللي هو ازاي حوالين الفرقه، سواء بقى ان الناس اعمارها سنيه كبيره، الناس الصغيره ما بتلعبش، الناس كل الحاجات دي كلها. طبعا في جهاز فني محترم، كابتن محمد مسرح طبعا زي ما قال وبيقول في كل حته، احنا عندنا اربع اجيال، ما فيش فرقه دلوقتي في مصر او في افريقيا عندها الاربع اجيال بنفس السن اللي احنا ماشيين بيه، ناس كبيره وناس شباب وناس ناشئين طالعه من تحت بتكمل معانا. دي على ما اعتقد لو حصلت قبل كده في النادي الاهلي ممكن يكون حاطط جيل وجيل وراه بيكمل. فاما دلوقتي يعني احنا عندنا اربع اجيال مختلفه الحمد لله رب العالمين ماشيين بصوره كويسه جدا. فاما بقى حضرتك بتتكلم على الرد في الملعب على حكايه السن او اي حاجه ثانيه بتخص الفريق، طبعا احنا عمرنا ما التفتنا والله للكلام ده خالص. طبعا احنا حصل اخفاق في ثاني ماتش في الدور الاولاني، طبعا كان يعني ما كانش متوقع وحصل بدري جدا. بس طبعا يعني الناس كلها اللي موجوده طبعا في خبرات وجهاز فني محترم الحمد لله رب العالمين كتفنا واشتغلنا وصلحنا الاخطاء اللي عندنا وابتدينا خلاص بقى نركز اكتر. خلاص اول مره تعرف حاجه زي كده من اربع سنين الحمد لله رب العالمين، يعني بنفوز على طول يعني لحد اخر الدوري بنحسم الدنيا قبلها بكتير. حطينا نفسنا في ازمه بس الحمد لله رب العالمين لا قوتنا، والحمد لله احنا اقوياء في الجهاز الفني وفي اللعيبه وجماهيرنا ومجلس ادارتنا. فالحمد لله رب العالمين. يعني ماتش الاول امبارح بتاع الزمالك طبعا ده خير رد للفرقه واقفه على رجليها، والفرقه الجهاز الفني محترم ولعبتها كلها ولعيبه النادي الاهلي كلها محترمين، والحمد لله رب العالمين نقدر نحسم ان شاء الله رب العالمين الدوري والكاس ان شاء الله، ولنا نصيب نشارك في افريقيا ان شاء الله رب العالمين تبقى من نصيبنا باذن الله. يا رب يا كابتن عبد الله. بس انا عايزه اعرف حاجه، يمكن انا فاهمه من كلامك دلوقتي وكلام كابتن محمد مصلحي قبل مداخلتك انه الفولي بول يعني ملوش سن معين، صح؟ يعني ملوش سن اعتزال معين، طول ما فيك المهاره او البنى الجسمانيه تساعدك فانت فيك تدي في الملعب، صح كده؟ مظبوط. اللعيبه الكبار، انت عبد اللطيف عثمان، احمد صلاح، اللعيبه الكبار اللي في الفرقه، وهي فرقه الحقيقه بتضم اعمار سنيه كتيره جدا، اكيد ليها جلسات خاصه، يعني ليها قبل الماتشات المهمه اللي زي دي ليها جلسات خاصه وكلام من نوع اخر. لما بتقعدوا مع بعض وتتجمعوا بتتكلموا وبتقولوا لبعض ايه؟ بتحفزوا يعني حتى كمان على فكره على مستوى ال 100 ماتش، يعني انتوا كابتن محمد مصلحي ازاي بيحفز او ازاي بيديكوا الدوافع، ازاي بيخلق لكم دوافع جديده اصلا؟ انا سالت 100 سؤال. تمام. لا انا هرد على حضرتك حاجه حاجه. طبعا هرد على حضرتك اول حاجه بخصوص موضوع اللعب، موضوع السن. طبعا كابتن محمد والجيل الذهبي كابتن ماجد مصطفى وكابتن حمدي الصافي وكابتن عمر رشدي وكابتن هاني مسرحي والجيل العمالقه كابتن وائل عادل كان معاهم كمان. طبعا الجيل ده احنا عاشرناهم، فالجيل ده جيل ذهبي يا جماعه، في كان جيل ذهبي في الاهلي. في طبعا بعض اللعيبه منهم كملوا طبعا زي ما كابتن محمد مصطفى اتكلم، ناس عدت ال 40، وفي ناس لحد دلوقتي برضو زي كابتن اشرف حسن نجم الزمالك وسموها حاليا طبعا ربنا يديله الصحه، طبعا بيلعب لحد سن 46 سنه ربنا يكرمه يعني ويوفقه. فده طبعا بتبقى رغبه من اللعيب اول حاجه. طبعا زي ما كابتن محمد بيتكلم على جسم اللعيب، هل هو يسمح يكمل ولا لا؟ مركز اللعيب طبعا مهم جدا في بالنسبه للفولي، عشان لعبتنا شاقه ومتعبه جدا، بتحتاج مجهود عالي ومجهود بدني وذهني عالي جدا. فطبعا كل ده بيرجع للعيب ورغبته، وهل هو عاوز او التارجت بتاعه ايه او نفسه يكمل ازاي. تاني حاجه برضو يعني بالنسبه للسن، طبعا احنا عندنا في مصر اول ما اللعيب بيعدي 35 سنه
بيبقى لا خلاص ده كبر، لازم يدي الصغير فرصته، لازم لازم ويبتدوا يهاجموا في الناس الكبار. انا احكي لحضرتك برضه، انا اسف يعني في الموضوع الطاوله، يعني وانا صغير كان عندي 24 سنه 25 سنه، كنت احترف في ايطاليا ورجعت على منتخب مصر بنلعب فريق ايطاليا. فريق ايطاليا كان اعماره الناس كلها فوق ال 32 و 30 33 سنه، والمدرب بتاعهم كان لسه بيقول عليهم لسه شباب. والله وانا عندي 24 والله العظيم انا عندي 24 سنه. طبعا لعبتنا كل ما تكتسبي خبره وكل ما تلعبي كتير طبعا وزنك بيتقل في الملعب، خبرتك بتبقى زياده في لعبتنا كل زي ما بيقولوا ايه، كل ما الواحد بيتقل سنه بيتقل في اللعب طبعا بتديله خبره وبتديله ارتاحيه وخلاص يبقى زي ما بيقولوا شارب المنهج وخلاص شرب الصنعه، فبالنسبه له الامور بتبقى سهله. ده بالنسبه لسننا احنا طبعا عكس الكوره عكس الباسكت، طبعا كل لعبه وليها التوب فورم اللعيب اللي يوصل ليها او لحد سن معين يتبطل فيه، ده طبعا في العاب فرديه زي ما حضرتك عارفه بيبطلوا في السن الصغير. فطبعا لعبتنا احنا غير، يعني لعبتنا كل ما تقعدي في الملعب اكتر وجسمك سامح هرمونك سامحه طبعا تقدري تكملي زي ما انت عايزه. بعد اي تسجيل في المباراه بتاعت اول امبارح دي كنتوا بتجروا على كابتن محمد وتحضنوه كده ودموعه نزلت بقى، وكان في كده حاله يعني مش بس حاله فنيه في الملعب، الحقيقه روح مختلفه، يعني اجواء مختلفه، عيله واحده كمان. طبعا مع حضرتك طبعا كابتن محمد صلحي او ميدو زي ما احنا متعودين من واحنا صغيرين، يعني انا صغير طبعا دخلت نادي الاهلي ولعبت درجه اولى، الاول كنت بتفرج عليه بعد كده ابتديت اتمرن معاه، بعد كده ابتديت العب معاهم في التيم لحد ما هو اعتزل، واحنا بعد كده احنا كملنا. طبعا انا يعني الحمد لله رب العالمين حضرت معاه كل الاعمار زي ما بيقولوا، كل السنن الرياضيه او سنه الحياه اللي انت اتفرجت عليه، وبعد كده اتمرنت معاه، بعد كده حضرته مدرب، وبعد كده حضرته مدير فني النادي الاهلي، وحضرته مدير فني منتخب مصر. فطبعا العلاقه بينا يعني هو من زمان، هو الجيل بتاعه طبعا اما اقتنعنا لهم يعني اتعلمنا منهم، وهم طبعا يعني ربنا يبارك لهم ما بخلوش علينا في اي حاجه خالص، ساعدونا كتير وخدوا بايدينا. فطبعا العلاقه اخوه قبل ما تبقى العلاقه اخوه جوه الرياضه هي بره الملعب طبعا. فطبعا ميدو بالنسبه لنا اخ كبير واخ عزيز وشخصيه محترمه، اللعيبه كلها بتحبه اللي جوه النادي وحتى بره النادي كل الفرق الرياضيه بيحبوه بيكونوا كل الاحترام والتقدير. طبعا احنا بالنسبه لنا اخ كبير طبعا، خلاص احنا فاهمينه، انا فاهمه ان انا عندي 24 سنه او عندي 22 سنه من ساعه ما كانت الدرجه الاولى، انا خلاص فاهم ميدو كويس جدا، ميدو فايتر ده من العين بقى، بتفهموا بعض من العين من العيون، يعني عنده الخساره دي يعني ممنوع خالص في حياته، حتى في التمرين ما بيحبش يخسر نقط، حتى ما مثلا واحنا صغيرين كنا ساعات بنحب نتنافس معاهم في التمرين، لا روح قتاليه عاليه. وطبعا حماسي جدا فايت، يعني لحد دلوقتي مثلا لو عايزين نلعب معاه اي حاجه في البولي يعني اثناء التمرين طبعا بيبقى هو مش عايز مثلا يخسر معانا. فلا هو طبعا اخ كبير واخ عزيز يستاهل كل خير الصراحه، يعني الفتره اللي فاتت كان مضغوط جدا احنا وهو، يعني اللعيبه الكبيره احنا حاسين بيه، اللعيبه الصغيره برده كانت حاسه بس مش زي اللعيبه الكبيره، عشان احنا عشان الراجل دوت عارفين الوقت اللي بيبقى فرحان فيه، عارفين الوقت اللي هو بيبقى مضغوط فيه، فحاسين بيه في كل حاجه يعني. فطبعا بعد الاخفاق اللي حصل حمله رهيبه يعني على الراجل، يعني مع احترامي شديد ما يستاهلش يعني كتر الكلام اللي حصل دوت. فطبعا بعد ماتش الزمالك طبعا انا بعد كده لما شفت الفيديو لما روحت طبعا هو عمل انترفيو، طبعا الراجل يعني مش قادر يعني كان ساعتها يتكلم طبعا من كتر الضغط اللي فيها، لا الفرقه واقفه على رجليها، الفرقه محترمه، الناس شغاله كويس جدا، فهو طبعا غصب عنه طبعا اللي حصل دوت. فالحمد لله رب العالمين، يعني ربنا الحمد لله رب العالمين، كل زي ما بنقول في الضيق ربنا بيكرمه الحمد لله وبيفتحها في وشه قدام الناس كلها، عشان ربنا بيكرمه بيقول انت احسن مدرب في مصر، انت راجل محترم، انت راجل تستاهل كل خير، راجل بيتقي شغله، بيتقي زي ما بيقولوا اللعيبه كلها، اللعيبه كلها بتحبه وكلنا احنا حواليه. انا بقول له بوعده ومع حضرتك كده ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرمنا بالدوري ان شاء الله رب العالمين والكاس والبطوله الافريقيه، وربنا يبارك لك ويخليك الاستاذ الكريمه، انت شخصيه محترمه وانسان محترم وتستاهل كل خير يعني. لا محتاجين رد، انا مش عارف والله اقول لك اكتر من كده والله. ترد عليه بصفتك زميله ولا مديره الفني في الملعب؟
رد عايز عليه. ترد عليه ازاي؟ اخوك هو اخويا الصغير زي ما قلت لك، يعني عبد الله من الناس طبعا اللي بقول لك والله هو بيحب النادي الاهلي جدا، اهلاوي فظيع، بيروح ماتشات الكوره وبيتفرج على ماتشات السله، بيتفرج على ماتشات الهاندبول، مشجع درجه ثالثه فعلا. فانا يعني بحترمه جدا وبحترم عقليته جدا الاحترافيه، سواء هو وجميع زمايله الكبار، وربنا يكرمك ان شاء الله وسلم لي على بناتك. الله يخليك كابتن، ربنا يخليك لاولادك وان شاء الله كده على الفرحه دايما متجمعين ان شاء الله، ودايما بتنور قناه النادي الاهلي ومنور النادي الاهلي. شكرا ليك يا كابتن، شكرا ليك يا كابتن عبد الله، تحياتنا لكل زمايلك. شكرا يا حبيبي، شكرا ليك.